من أشهر قصص النجوم الغريبة قصة نيكولو باغانيني، عازف الكمان والجيتار والملحن الإيطالي الشهير، فهو من مواليد جنوة بإيطاليا عام 1782، ويعتبر حتى يومنا هذا أحد أعظم عازفي الكمان، فهو ترك بصمة من خلال تقنية الكمان الحديثة التي ساهم بنشرها، فقد كان عبقرياً. صفقة والدته مع الشيطان. منذ صغر سنه أرادت والدته أن يكون عازف كمان عظيماً، ويقال إنها قامت بصفقة مع الشيطان وباعت روح الطفل من أجل العظمة، وعندما تمت هذه الصفقة تغيرت حياة هذا الطفل الصغير وتحول إلى طفل عبقري جداً، إلى درجة أنه تمكن من العزف على الكمان في السن السابعة، وكان يؤدي معزوفاته في الأماكن العامة. عندما بلغ 13 عاماً تم إرساله إلى عازف الكمان الشهير أليساندرو رولا، لكن باغانيني كان موهوباً جداً إلى درجة أن أليساندرو أرسله إلى معلمه الذي بدوره أيضاً أرسله إلى أعلى أستاذ في الموسيقى، لأن موهبة باغانيني كانت كبيرة جداً. عندما بلغ باغانيني من العمر 15 عاماً بدأ يقوم بجولات موسيقية منفردة، لكنه أصيب بإنهيار وتراجعت صحته العقلية بشكل كبير جداً، وسرعان ما تحول إلى زير النساء ومدمن على الكحول ومقامرة. وبعدها تعافى وعاد إلى صناعة الموسيقى، وأصبح من أوائل عازف الكمان الذين يعزفون في الأماكن العامة من دون وجود أوراق النوتات الموسيقية، إذ كان بإمكانه حفظ كل شيء وكان ماهراً جداً. الجميع أصبح يعرف، وانتشر الأخبار القائلة أنه أبرم الصفقة مع الشيطان، حتى أن الكثير من الناس ادعوا أنهم رأوا باغانيني خلال أدائه مع قرون وذيول تحوم حوله، وأصبحت سيرته على كل لسان. نهايته عندما توفي باغانيني في 27 مايو عام 1840، رفض الجميع دفنه في جنوة، أي في مسقط رأسه، ورفضت كل الكنائس استقبال جثته. استغرق الأمر 4 سنوات، واستأنف الباب المناشدات لدفنه قبل أن تسمح الكنيسة بنقل جثته إلى جنوة، إلا أنه لم يدفن حينها. تم دفن جثته في عام 1876 في مقبرة في مدينة بارما. في عام 1893 أقنع عازف الكمان الشيكي فرانشيسك أودينتيسك حفيد باغانيني أتيلا بالسماح للبعض بمشاهدة جسد عازف الكمان. بعدها أعيد دفن جثة باغانيني في مقبرة جديدة في بارما في عام 1896.